السلام عليكم خياتي الزلفلة، كنت نبداو الفيديو كما العاده بالصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. الزلفلة كنت في حداي، مرحبا يا سونت الله شنو، مرحبا سيدي لان، مرحبا سيدي ديالنا. اكني كنت قرا يا الفيكل ديال لا فيديو بس كي كنت تفكا خلال المقتطفات النهار و فاصون خلال شواجي خدمه غوتني تبارطاجي غير كي تكون اتقيم في كذي ان شاء الله. اما تاكلا اتولي متكلش بيان سور كنت تفكا كوش خدمه ساكي كنت تفكا اشو الا دي لا جورني نور اشو سيارات خدمه اشو سيارات خدمه اشو زمرات خدمه اشو مزمره على اسنفا ونرجع على اقل اخرى فوالا. كما قلت لكم خياتي بالنسبه للفيديو تاع اليوم راح نعطيكم هكذا مقتطفات لنهاري ولا مقتطفات من روتيني اللي راح نديرو اليوم. بيان سور راح نشارك معكم كلش كما تعرفوني، نحاول هكذا ندير لكم مقتطفات فوالا ونشاركها معكم، يا يكون تحفيز يا يكون وصفه تقدروا تستفادوا منها. بيان سور الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك، ما تنسونيش بالكومونتير كما نقول لكم كل خطره. اكيد كنت قرا هذه بيان سور ما تعجبكم لا فيديو تيوم تاس لايك تيوم تاس كومونتير هاجي اكيد كنت قرا توجور ايدي سالين المورال فوالا. كما راكم تشوفوا خياتي فؤاد مسكين وراه فؤاد كما نقول لكم نحب ندير لكم احوال جويه. هاوليك فؤاد، فؤاد مسكين طاح 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 على يدو، داوهم فليكول لابيسين وطاح على يدو. الحمد لله ما كاش كسر بصح كاين هكذا شويه الم زياده شويه، ديتو عند الطبيب درنا له لا راديو والحمد لله ما كاش كسر كما قلت لكم، بصح لازم يدير هذه العفسه ويشرب دواء ثاني. ان شاء الله راح تجو سلامة هذا المكان. اكيد كنت نعرف هذا كتسول مسكين فؤاد ثن بنت يبوسيتك حزيا زطا يبوتو فالكو عم كان قانو كني بنت انا لابيسين قلي كل يرجي ميدي صوب طوبوغوني يحوز فوسيس يثغمار فوالا يحوز فوسيس يثغمارتيس حوزي ثقراني طوبوغوني حوزي شغل حوزي مزيح فوالا حوزي مزيح اثن انت يوارت تفاصون ثارو زي الحمد لله وجاش نورمالمون ثنايد تفاصون دي موشا ثاريا نهار لندي شكرا على ساقي فؤاد ساقي السبت ساقي السبت دي موش نهار لندي ثار الطبيب كان زد فينا وزر غير اسمي سينا ثاكين ثاني تعلق كان فوسي ساكين نايد ذي قيم طروا جور في كيس دار الدواء طروا جور ان شاء الله تديوك سلامة ذا يا كيني تفاصون تحذر مثل ما نكون تحذر مثلا وين كنت سورتو ثواد الوقت البحار الوقت لابيسين الوقت تزلي وثي مغاري وين نقز كلش تحذر مثلا وين كنت تحذر مثل ما نكون تداعون ذاكي كان تفاصون اسيا كنت تفكروا كلي كي كيني شطحن امشي كنت نيغي لا جورني نوع مشات هادي تفاصون امي تورا قراغ الصباح هكا توالي تراوي كدونيت اخاطر قلي ديميناجير ديك كحاقان ديميناجير ديك كحاقان لاسباب صحيه وزميل غا في حدايا قفجه غا زرمت يخام تمور ثم قران الله يبارك وزميل غير تقف جاو كان شتني وزميل غير تقف جاو خام زرمت تقجي هجيا شي حاجه كانت مش طوح سايل حاجه تم مش طوح في الشاجي صافي روح صافي وزميل غير تحدي تقف جاو خام من الله يبارك الشغل صافي الدروحه كثيره دروحه كثيره بعد كي غلق شكلي قشيو كل ندير فاصون بوغثيد باش كن اذ هذا جا اليز داون هذا جا اليز مكيني شو تخمم غير في السينيخا من هذه تخدم هذاك تخدم هذينا اثقي معك كثير بون طون كرامي ومن بعد ربي يفرجها فوالا. كما قلت لكم خياتي راني ديما جيت من البيت الريفي من دار عمي راني دركا في داري راح نصلي في داري بون طون قلت لكم لاسباب صحيه ما نقدرش نخدم كامل الدار وباش زعما نخليها ابوندوني هكذا ما نقدرش صافي جو بريفير نقعد في دار وحده ونغلق هذيك باش نقعد اليز هنايا ويكون راسي هكذا نستابيليزي روحي في بلاصه وحده. قلت لكم لي اسباب صحيه صافي راح نقعد في داري درك راح نشارككم الدار راح تشوفوا كلش راح نحاول راح نحاول ننظف شويه راح نحاول ندير هكذا شويه بون راح نوريكم قبل الدار كيفاش راهي ومن بعد نولي فوالا. كي كنت نعطي هذا كنت تسكن كل شي شطح خلا نعرف كنت تريد نكرس مقلب في ظلي مدبوني كل حوالني امشي نتسرس نوكلي تفاصون لي ساك بوبالي دامرا وكلي دايما تبارطاجي غير كي كنت ملي غتجمع هذينا قديما نشوف فؤاد مشات في شرق شوس
قادي ما نشوف كان لكن اثن اتي حدا يمشي كل حاجه تفاصون هاد السيار ادارونجا كلش سلاق سلاق انا كنت درت نحروي غير زعما كنت درت شي نهار كي كيني يستيني مس زعما غادر غير يمني ومي لو شدنا نتو تا غير يمني ونحروي غادي كنت اني مسيدا شو كنت هوان نورمال اتي حدا هاد السيار ادارونجا شويه شويه كاين فين كنت الدنيا فال حتى تاكي لا شومبار كين فؤاد تشونيت كل شهر داكيني رانت كل شيء داكيني اكو الحوار الكوزين تاع غنسر سنتنا الكوزين ترا كنتي تسكنها انا خياتي راكو تشوفوا الالبسه والاغطيه كامل داروها في لاشومبا تاع فؤاد بيان سور والحوايج والصوالح الاخرين داروهم في الكوزين هاوليك خياتي بيان سور جبت باسينات كبار هكذا من عندي ما وحاولت راهم يخلطوا كل شوفوا 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 البيدون تاع الغسيل وين جابوه الله فهمتي تحدا يرقزنا مش خدمنا في جوني وسياق بوني تحدا تكوزنت حاجة هاكو تسيبورتي غير ها ثانا تحدا تفاصو ها السياق دارو جاوك شوية شوية ما شافتي كلت ها ثا كلش انا كنت نسوى كان القهوة ثلاث سياق اتقاد شطوح بيان سور اتقاد مثي كيفي كون مثي كنت خدمة شطوح لكو راجل كون مثي ما الا ثين ثين كي جنيا زنا في الحاجة اتكاد تخدمي توجد نسات ليسونسي قيمة مثي كذا ما تسجل لكن كنت قاعد توجد ذاك ياتي حدايا كتسوالي مثل أقري سرصاص دوك الحوايج ماشي ماشي الحوايج لي جوي لي جوي فؤاد ناسا تي تري يوكلي تي ذا تي دوك تي ذي حوايج على غاث ثنت تضقرا أيني جا قونا أتجمع غاث جمع فوالا هنا خياتي كيما راكو تشوفو راني حطيت لفؤاد كامل لي جوي تاعو وقلت له راح يخير هادوك اللي يحبهم يخليهم والباقي راح نرميه على خاطر قلت لكم كاين بزاف كركبه في الدار راح نحاول نسقم كامل الحاله وراح نحاول نحي بزاف صوالح هكذا اللي يزيدوا لي كيفاش نقول لكم يزيدوا لي في الكركبه في الدار فوالا كنا كنت ناتها شغل السياره السياره ديجا كان كي يشطح شغل شغل زامثه خير ابارتمون توجور تضيق وتزمير دارت تخدم تسعود كل شيء ديز هنا خياتي خليت لكم الفيديو على طبيعته وحبيتكم هكذا تستمتعوا معايا بهذيك الاصوات اللي كنت بيان سو زربت لكم الفيديو باش ما يكونش طويل عليكم حاولت برك هكذا نعطيكم بعض المقتطفات وحاولت نحفزكم انتم تاني اي واحدة عندها رحله هكذا على بالكم شحال صعيبه والله شحال صعيبه انا ماشي موالفه رحلت في الاول عاودت رحلت مقبل رمضان وزدت عاودت رحلت هذه الخطره تاني تفاصون جات صعيبه عليا وسوتو هذه الخطره كنت مريضه جات صعيبه بالبزاف على بها هذه الايام ما رانيش نبان معاكم دائما في اليوتيوب باقي كنت راح ندير لكم مالغري راني مريضه نحاول ندير لكم هكذا بيسك راني في الدار نحاول نشارك معاكم هكذا روتيني شاك جور بصح هذه الايام ما رانيش نقدر بصح راح نحاول
هنا راني راهي لحق لحق وقت الفطور، وقلت راح ندير شويه سردين على خاطر كنت برك انا وفؤاد كانت عندي هكذا حبات تاع السردين، وحبيت نديرهم بلا صوص طومات فاصون جاو هايلين خياتي. نحيت لهم هذاك كيفاش يقولوا له الصرصور وقيلها، المهم نحاول نتعلم بعض الكلمات بالعربيه بصح ما نقدرش نتاكد منهم. المهم راح ندير هكذا حبات من تحت، وراح ندير شويه طوماطش هذيك اللي درتها البيتزا هذاك النهار قعدت لي منها وخبيتها في الكونجيلاتور ونحيتها اليوم، راح نديرهم بهذه الطريقة ونخليهم يطيبوا به فيه. وراح نزيد شوية سلطة تاع الباذنجان والطماطش والفلفل، هذا ما كان والحمد لله. وراح نفطر أنا وليدي على خاطر رجلي ما راهوش في الدار، ومن بعد العشاء بالنسبة للعشاء ربي يقدرنا وربي كيفاش يقولوا، لا ما لقيت الكلمه اكزاكت ما كيفاش نقولها لكم لي سونسيال. اكني كنت ناتي حدا اذا جيني خدمه عندي كي تكون تكلف كي كنت خما جا كنت لا فيديوني اكن لا سي جوست زوز لا تشي طاح كنا كنت خماش طاح الكوراج في حدايا يعني كي جيني تدي ميناجي ناتين ايفانس كي تخدم ولا الشغل ساكن نخدم الشغل. على كل حال اسني ما دنسرسو كل حاجه دنسرسو كي بلا كان قاعد فساكن نخدم توجور ميم خي ما خاص دي ميناجي دا ناشو ما جيني ديما ما قري كيما تسير دوك لي بلاكار نيم هات انا نمشي نخدم اذا قلتي حدايا يمشي يجي وسير تخدم مع داك الشطح نكاردين تخدم الشطح نكاردين نمشي تاقين نكاردين انا عرفت لا صوص طوماط سينا كاين لا بيتزا لي بوسني تقيمي يدك حدايا عرفت الكونجيلاتور تلقي جبدة تتأم الحسنات في زعما كيفاش تيجي لها الكونجيلاتور اذا قيمي في وجهها كيبا شوغ تالي غاش طح شطح كيني ساعة من الليل من غاشوغ باللي ما خير يمكن ساعة اللي ما تحذي أسالة شطح من الخل. هنا خياتي راح نزيد هكذا زوج مغارف ولا ثلاث مغارف تاع الخل على خاطر ما عنديش الليم، لو كان عندي الليم راح ندير الليم من الفوق فاصون يخرج خياتي البنة تاعو روعة تنحي لي كامل هذيك الريحة القاسحة تاع تاع السردين. فوالا كي كنت ناتي حدا بيان سور سيغ شطح نسردين سيغ شطح لان نتشكتوكا الباذنجان وكل قد اللي قاحن فاصون زوين اللي مشي لينا راسي كني كني قد فؤاد باقي كان 5 دقائق وجدد راح مربي تشكتوكا ني ثلا سردين 5 دقائق وجدد نقيم نفطر تي حدا ومن بعد تكمل اذكر راني كي تكمل الشغل. هنا خياتي راني نحاول نشارك هكذا معكم شويه لقطات كي كنت نفطر انا وفؤاد. كما قلت لكم لقيت كامل كيما كيفاش نقول لكم كيما لاصوص تاع الطوماطيش لقيتها كي الحسنه، كيما التكشوكه تاع الباذنجان بالفلفل الحار لقيتها كي الحسنه. المهم مليح الواحد هكذا يدير حسابه للايام اللي يجيو ابري كي شغل كي تشوفي روحك عندك زعما شويه شغل لازم تديري حسابك لهذوك الاوقات. فوالا مالغري انا ماشي زعما من النوع كيما قلت لكم ماشي من النوع اللي يتمشى بالبروغرام على خاطر انا زعما بروغرامي حاجه وتجيني حاجه واحده اخرى دائما جامي كل البروغرام تاعي سوا سوا. انا خياتي بالنسبه للماعه تاعي راح نغسلهم كامل على خاطر على بالكم عندي كثر من شهر عندهم كثر من شهر وهما في الدار ما غسلتهمش ما طليتش هكذا طليت بعض الخطر بصح كاين غبره وكاين تاني كي جابوهم ما نقدرش زعما نستعملهم ديريكتوم هكذاك فضلت اني ندير لهم هكذا لافاج خفيف باش نروح نستعملهم. كني كنت نعطي حدا اذا جيني شغل كسر دوك الحواني بيان سور نخدم على كني هذا روح هذه حدايا تنسير دروك لي باش اكون اتنسخ دماغ وتنسخ دماغ على كني ذاكية في حدايا كني كنت نعرف شغل وتسجى كوما ما تجمع غاج حوجني كل كني يوم سن هذا حاث نسير دروك لي كنت زعمت يا دثورة شهر مقيمن وتنسخذ مغارغ وكلي زامت غبار ونسي جامي فجعوش ونسي جامي حاجة كذا هداف لسن ناشو زامت تبسي شكرا كل شو عجيني صافي أثير دعوك اللي حوال ني دبوع أنا المع ني دبوع أثنسير دعوك لي أثنسير دعوك لي سوو مغ سيزي ساكو دلو جافل أثن جمع بيان سور دعنا مهني دبوين وكلي سوفور غو ناهو تدير قزن هندي سورين تظام ديجا فرد في يونس يقدنا ديجا فرد في يونس يقدنا كل حوالي سيدني تكوزين يا لو كل حوالي يا الحوال ني وكلي يعني الماكله ديجا دينا كان يمشي كني يزرزو كل خطره وشويه ليسونسيال قمم ثم تسجل كنت ديجا شطح كل فيديو من بعد الدولار كنت هنا خياتي راح نخليكم تاني مره واحده اخرى مع الفيديو من بعد راح نولي لكم.
وهنا خياتي كيما راه يبان لكم راني جمعتهم كامل. بيازول كنت نغسل بالنوبه شويه شويه ونقطرهم ونجمعهم هكذا. جاني الترافاي تاعي شويه ساهل، ما نقول لكمش ساهل مي شويه ساهل. فوالا كنا كنت نعطي حدا اذا كيني سيري ذا تمسحها تجمعها كني دي سكولي شطح شغلني شغلي يسهل كوم، ماشي يسهل يسهل كنت قرا خيزي خطري وعا مي سافا كوم. سلكي هاد الحقاك كي سلكي هاد شطحي مانو ها ثانيتي حداي ام كي تساعد على جوني نو اساكين. هاي لي كرياتي وين لحقت، لحقت لهاد المرحله راني نحيت كلش ارونجيت كلش، بقاو لي برك هاد المعينات راح نغسلهم دركا ومن بعد راح نروح لواحد الحاجه واحده اخرى، راح نسيغ كامل الكوزينه وشنو تاني راح نطيب العشاء هذا ما كان، ومن بعد راح نروح نريح على خاطر راني كما نقولوا بالقبيليه مفرتكه فرتك ديك ديوك. المهم شريت هنا خياتي هاد الفاز الصغير، حبيت ندير به هكذا شويه ديكور خفيف، نعطي البلون دو ترافاي تاعي زعما شويه ديكور خفيف. وتاني هاد القرعه جبتها معايا على بالكم شريتها من قبل ديجا في تيكزيرت، هاي لا شفتو على هذاك الماغازان. وهادي تاني شريتها جديده، حبيت نعطي هكذا شويه لمسه خفيفه زعما شويه للطابله تاعي، ما حبيتش نخليها دائما هكذا بلا والو من فوقها. كما قلت لكم راح نسيق الكوزينه ومن بعد نسلك الشغل تاع اليوم ونطيب العشاء بيان سور. شوفوا وين حطيت هنا، كاين السكر سكر ملح قهوه فوالا هاكا نسوان تاتي حدايا ثنا غاد الحقا ثورا. انا كنت قميت كانو كوسياق وكلي حاشاكم قميت دي حوالي كهني تسير ذا اسباغي منسي فوالا تسير ذا حوالي كيني هاد كيما راه نقاضا وكي تسوان متفارسة ذا كل حاجة ذا كي حاشاكم لابوبال الى لابوبال الى غروم وكي قرون بيان سور اثاوغ اثاوغ نظن ذا هي كاتي حدايا فوالا فات كيما راه تسيقا وكلش من بعد كنت تسكنا مالا سلكها وكلي ني راه كنت دانو غاد وغاد لي فازا كي تطحن باغا تخدم مع شطح شطح كذا من ديكور البلون دو ترافاي وتوري ديجا بلون دو ترافاي وذا مشطوح صافي وحمل غلط كثر كيف نفس الحاجه خاطر ما دزت تخدم الحاجه وتسفغ عندها تسرسع كي كنت دي تبان ضاخ ماسك انا كي شطح كي كاين ديكور ذا مشطوح لاقيني ثوري مث الفازا كي داون اثا وغادي داون دا جديد هذا فاصون يشبح الشكي الدوراق تفاصون شبح كي نتا جافيت ماشي نتا جافيت يا جفيد هذاي هاي لي كرياتي المنظر النهائي تاع الكوزين تاعي راكم تشوفوا راني هذا وين سلكت التسييق سيقتها بيان ما كنتش قادره نشارك معكم كامل اللقطات على خاطر كنت عيانه صافي ومزروبه تاني باش نسلك صافي راح نوريها لكم برك هكذا في الاخير راهي خرجت الله الله. المهم كما يقولوا بالعربيه يا مزين نقال وكان يبقى هكذا يقولوا نورمالمون معليش يعاود حاجهكم يتوسخ نعاود نسيقوها مره واحده اخرى. المهم والحياه تستمر اكني كنت نهاد حدايا هي ثن ثن الكوزين تاعهم كي تفا فاصون اميتو لي لحقا سلكيا والحمد لله. لو كان خاصه تقيمه كي قلت فاصون هذا راه حدا غير من سيزا بلي كل شديو على كني لا يا نوز مي غاسي هذا تحب الخطا هي في الشجر ابرزام ثمي في لا روتين دا كل سدي تعاود. المهم هات انا شو خدمه وكسيني فغاتي تبارطاجي كي تكون ذاك الى هنا خياتي نقول لكم لحقنا لا فين تاع لا فيديو. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم هكذا حفزكم ولو القليل كما نقول لكم كل خطره كما نقول لكم كل خطره تفصرا كنت تشوفوا فيا راني مصفاره استغفر الله راني عيانه. المهم على بالكم مع فوالا حطيت التليفون باش نخلي شويه يدي ترتاح. المهم كما قلت لكم على بالكم كامل مع رحله كيفاش الامور كيفاش تتمشى. نقول لكم خياتي لحقنا لافنت على فيديو الى فيديو اخر ان شاء الله. حبيت تاني نتمنى الحظ الموفق لكامل اولادنا اللي راحين يجوزوا في الباك، نقول لهم ان شاء الله راحين تنجحوا كامل وان شاء الله راحين كل واحد تعب راح ينال هكذا على حساب التعب تاعو وراحين تنجحوا كامل باذن الله. فوالا نقول لكم لحقنا لافنت على فيديو الى فيديو اخر ان شاء الله. نقول لكم تاني تهلاو في ارواحكم وتهلاو في ولادكم الى فيديو اخر ان شاء الله وتهلاو في والديكم ما تنساوش.
كنت انا تحدي الحقد تاع على فيديو كنت انا وليت كنت مثمم في غير كنت كنت مع رحمه ارتي ملي في لا فيديو دي سدون ان شاء الله انا مني افودي جازن اي ورا ونايس هذه نوكل باك ان شاء الله كربوني ياسبنا دي غلط ان شاء الله ان شاء الله ات ملي قرا كتبن تبن موكس الحلواني نلباك اش كنت انا تحدي كنت انا تحدي على مثيمه كنت تحدي على مثيمه ولا كنت داريه كنت ارتي ملي في لا فيديو دي سدون ان شاء الله باي باي مع السلامه.